بالفقه العام المادة 152 حددت كيفية الاستثمار في الثروة الطبيعية وفي المرافق العامة، يجب أن تكون لزمن محدد، ويجب أن يكون فيها شفافية عالية. وبالتالي اللي قاله المسؤول عن الموانئ انه والله هذا بيادة الصينيين، نقول له كلامك هذا ما له سند من الدستور. ناس الصباح الاحمد وطلعوا يقولون ان القانون الحالي اللي قاعد يجلسونه انه هو قانون مو مثل ما يقال، هو قانون متوافق مع الدستور. طيب انا عندي ملامح هذا اللي يسمونه القانون، كانت عندي ملامح، كانت عندي بعض نصوصه، بس مو من عادتي اني اتحدث في شيء لم ينشر، لان بسهوله يقول لك هذا مو صحيح. لما نشر اليوم شرطة القبس، اللي نشر بالقبس اليوم عمل كارثي، يعني مشروع قانون هو كارثي. واذا القبس او الراي قالوا دوله داخل الدوله، لا هم هذول مسهلين العمليه. اللي قاعد يصير هو دوله فوق الدوله، مو دوله داخل الدوله، دوله فوق الدوله. واضح من بعض نصوصه، واضح من بعض نصوصه ان اللي يملي اللي يقول اللي يكتب بعض مفرداته مو كتين.